هذا يسأل عن الإقامة في بلاد الكفار، هل يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إذا كان يستطيع الهجرة؟ إذا كان يستطيع الهجرة فإنه يجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين، أما إذا كان لا يستطيع الهجرة فيبقى في بلاد الكفار للضرورة، لكن بشرط أن يتمسك بدينه، بشرط أنه يتمسك بدينه ولا يتنازل عن شيء منه إلى أن يستطيع الهجرة فيهاجر.